السلام عليكم، تحية طيبة لكل من يشاهدني، وياكم محمد من قناة إراكي تيك، أهلا بكم في فيديو جديد. طبعا قبل بداية هذا الفيديو، أريد أشكركم على التفاعل القوي بالفيديو السابق، الحمد لله تخطينا 250 مشاهدة خلال يوم واحد، وطبعا هذا رقم جيد بالنسبة لقناة جديدة، بس بالنسبة لموضوع اللايكات شنو سالفته؟ المهم، قبل البداية لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ولايك لهذا الفيديو حتى تشجعنا ننزل فيديوهات أكثر وأكثر. فيديو اليوم راح يكون عن الهاتف المظلوم إعلاميا. واللي هو من شركة نوبيا، وأكيد اللي هو الريد ماجيك 5G. بداية بتصميم الهاتف، الهاتف يجي مصنوع من الأمام ومن الخلف من الزجاج، مع إطار من الألمنيوم، والهاتف أيضا يجي بنسخة شفافة. إضافة إلى أن الهاتف يجي بوزن 218 جرام وبسماكة 9.8 ملم. ننتقل للشاشة، الشاشة بحجم 6.65 إنش ومن نوع أموليد وبدقة الفول اتش دي بلس، ونسبة استحواذ الشاشة 82.5% من جسم الهاتف. بالنسبة لكثافة البكسلات، فالشاشة تجي ب 390 بكسل في الإنش الواحد، والهاتف يجي بأفضل ريفرش ريت أو معدل تحديث اللي يبلغ 144 هرتز، مع معدل حساسية اللمس اللي يصل إلى 240 هرتز، والشاشة تجي بأبعاد 19.5 إلى 9. ننتقل إلى نظام التشغيل والمعالج. الهاتف راح يجي بأحدث نظام من أندرويد اللي هو الأندرويد 10 مع واجهة ريد ماجيك 3. بالنسبة للمعالج فهو سناب دراجون 865 مصنع بمعمارية 7 نانومتر مع معالج رسوم من نوع الأدرينو 650. ننتقل للرام وسعر التخزين. الهاتف يجي بثلاث نسخ للرام واللي هي 8 و12 و16 جيجا بايت، وسعة التخزين نسختين اللي هو 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت، والذاكرة من نوع اليو اف اس 3.0. ننتقل للكاميرات. الهاتف يجي بكاميرا خلفية ثلاثية رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، وكاميرا ثانية الترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجا بكسل لتصوير الماكرو. اما بالنسبة للكاميرا الامامية فتجي بدقة 8 ميجا بكسل. ننتقل للبطارية. الهاتف يجي بطارية بسعة 4500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع من خلال منفذ الشاحن من نوع الـ USB-C وبقوة 55 واط، والهاتف يشحن من 0% إلى 56% خلال 15 دقيقة فقط، ومن 0% إلى 100% خلال 40 دقيقة فقط. والهاتف راح يحتوي على بصمة مدمجة فيها الشاشة وأيضا المنفذ السماعات الـ 3.5 ملم. والهاتف يجي بنظام تبريد خاص اللي يجي تحت مسمى الـ Active Air Cooling. طبعا نظام التبريد الموجود بهذا الجهاز راح يساعد الهاتف بالاستمرار على الاداء العالي في فترات اللعب الطويلة واثناء تشغيل الالعاب الثقيلة. والهاتف راح يجي بثلاث الوان راح تكون واضحة امامكم. اما بالنسبة لسعر الهاتف فالاسعار ايضا راح تكون واضحة امامكم على الشاشة. طبعا نصيحتي لكل واحد مهتم بالالعاب ويريد ياخذ له جهاز قوي بالالعاب وايضا يشغل له الالعاب باعلى جرافيكس، فاعتقد انه هذا الجهاز راح يكون الخيار الاول له، لان الجهاز صراحه سعره مناسب مقارنه بمواصفاته، اضافه الى انه الهاتف يدعم واي فاي الجيل السادس وايضا شبكات ال 5G. بالنسبه لموعد توفر هذا الجهاز فراح يكون بدايه الشهر الجاي اللي هو الشهر الرابع. طبعا الى هنا يكون انتهى فيديو اليوم، اتمنى الفيديو نال على اعجابكم، وإذا أعجبكم فلا تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى تشجعوني أستمر وياكم أول بأول. أشوفكم بالفيديو الجاي، في أمان الله.